دعاء النبي موسى عليه السلام لما وقف على فرعون، قال النبي موسى في دعائه: اللهم بديع السماوات والأرضين ذا الجلال والإكرام الذي نواصي العباد بيدك، فإنا فرعون وجميع أهل السماوات وأهل الأرض وما بينهما عبيدك، نواصيهم بيدك، وأنت تصرف القلوب حيث شئت. اللهم إني أعوذ بخيرك من شره، وأسألك بخيرك من خيره، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، كن لنا جارا من فرعون وجنوده.